باشمهندس فارق طبعا يعني من رؤساء الانديه اللي يعني مشهور لها دايما بالكفاءه في الاداره، لكن هو بالنسبه لي انا يعني من شقين، يعني شقه من باشمهندس فارق علاقتي الشخصيه بيه علاقه قويه جدا، وهو صاحب فضل عليا في حته اكتشاف التدريب والكلام ده، ومن نواحي الاداره هو بصراحه هو محترف في الاداره، سواء في استقدام اللعيبة، سواء في بيع اللعيبة، سواء في توفير احتياجات الفريق، سواء ان هو كمان داعم بشكل رئيسي للكورة، وبالذات كمان في جميع المجالات في نادي سموحة. لكن انا على المستوى الشخصي انا بقدره وبحترمه جدا، وانا علاقتي بيه اتكونت من اول مرة انا جيت فيه، قدرنا نشتغل مع بعض واسلوب التفكير واحد، فده حقق نجاحات في الفتره السابقه بشكل كبير جدا. حتى في الفتره الحاليه لما جه كلمني على اساس ان هو كانت الفرقه فيها مشكله، انا جيت بشكل رئيسي مخصوص عشان خاطر باشمهندس فرج عامر، وعشان خاطر نادي سموحه اللي بقلنا له احترام والتقدير بشكل كبير جدا. انا بتمنى طبعا باشمهندس فرج التوفيق في المرحله القادمه يعني في اداره نادي سموحه، وان شاء الله يرجع زي سابقا لما كان ماسك في الفترة الأولانية، إن شاء الله يرجع بشكل أحسن. وإحنا كمان أنا حسينا الموجودين في النادي حسينا بشكل ملموس في تطور في بعض المجالات، لكن أنا بتمنى له التوفيق والتقدير يعني والاحترام، وبتمنى له الخير دايما في الفترة القادمة يعني في إدارة نادي سموحة.